الله يبارك فيك يا حبيبي. يعني طبعا اكيد انت اكتر واحد في الدنيا فرحان بالدوري السنه دي يا كريم. بقولك اكتر انت جمهور حواليك ولا ايه؟ في جمهور طبعا، في جمهور عند الفندق. بقولك انا يا رامي ازاي 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 عسل سيد عسل يا كابتن سيد يا كابتن كريم تيجي معانا؟ اجي معاكم فين؟ عايزيننا خليني في اللي انا فيه. ايش ناقص؟ اتفضل معانا يا كريم. تحب تقول ايه يا كابتن سيد النهارده؟ معلش هناخدك دقيقتين ثلاثة كده بس لازم نبارك لك اللي انت تعبت السنة دي. الحمد لله. طبعا معاك مين بس الأول؟ معايا كابتن محمد فاروق، كابتن محمود فتح الله، كابتن تامر عبد الحميد، والناقد الرياضي خالد طلع. طب سلمني عليهم طبعا كلهم. كلهم بيباركوا كابتن سيد، مبروك. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. طبعا الحمد لله رب العالمين. يعني دوري مش مسألة صعبة بس، كان في تحديات كتير جدا، تحديات على المستوى الشخصي، وتحديات على المستوى الجماهيري، وتحديات على المستوى الإداري، وتحديات على المستوى الإعلامي. يعني ما كنتش بتلاقي الكلام ده قبل كده يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. طبعا كنا بنروح دايما بهويه الاهلي وشخصيه الاهلي. انا يمكن قلت مش عارف من بعد المباراه مباشره، من 6 شهور بالتحديد يوم 24 يناير كان عندنا مباراه على نفس الملعب برج العرب، 24 يناير مع مصر المقاصه، كان عندنا من النقاط 27 نقطه، وكان المتصدر عنده 41 نقطه. صحيح كنا متاخرين بالمباراتين، لكن لما نكسبهم حبيبي شكر جدا، لما نكسبهم كان هيبقى الفرق 8 نقاط. لكن انت رجعت بشخصيتك، رجعت بتاريخك. الو معاك يا كابتن سيد. رجعت بتاريخك، رجعت بثقه الجماهير فيك وفي ادارتك. بشكر الجماهير اللي كانت بتغني حتى واحنا متاخرين بست نقاط او 8 نقاط، كانت بتغني للدوري في الجزيره. بشكر الاداره اللي وفرت تدعيم رهيب جدا في يناير تحديدا. بشكر اللعيبه على اصرارهم، وكل ما تبص في عينيهم بتلقى ده وبتحس ده بالاصرار والعزيمه. يعني اجتهدنا شويه، سكتنا شويه، ضغطنا شويه، لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا كفانا من واسع يعني زي ما بيقولوا. الحمد لله طبعا هنبقى محترمين جدا جدا، كل الفرق مقدرين، كل الفرق يعني بنسامح كل الناس حتى اللي تجاوزوا حقنا. طالما خدنا الدوري والدنيا كويسه، مش مشروطه بحته ان انت خدت الدوري ولا لا، لكن يبقى المنافسه فيها شد وجذب طبعا، لكن مهم قوي ان يبقى في احترام. يعني نتمنى ان هو يسود في الايام اللي جايه. كابتن سيد، شايف ماتش الاهلي والزمالك الاخير ازاي يوم الاحد؟ بصوا، هي مباراه طبعا رقميا مش هتقدم ولا تاخر، لكن طب مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه الاهلي والزمالك، عشان كده يمكن احنا مكملين هنا. يعني مكملين في اسكندريه، مستمرين في معسكرنا. مهم جدا ده، ودي مسج وعنوان لحاجه مهمه جدا للاهلي، ان احنا بنقدر الناس، بنحترم الناس جدا. يعني صحيح هنفرح جدا بالدوري لان هو دوري لذيذ جدا، لذيذ جدا. تمام، هنعمل احتفاليه خاصه باللعيبه وزوجاتهم واولادهم واسرهم، خاصه بينا، خاصه نستنى طبعا اداره النادي هتحتفل بقى بالدوري ده ازاي. لكن هيتم تسليم الدرع في ماتش الزمالك؟ مش عارف، دي بقى على حسب اتحاد الكوره. لكن في النهايه كل ده طبعا مؤجل سنه، بس هنفرح النهارده وهنقفز النهارده وهننزل بسينات وهنقعد في بانيوهات. محروم فاروق في البانيوهات انا عارف، لكن في النهايه من بكره ده كابتن معاي. سيد خدني معاك، ده منقوع في البسينات كلها. ده انا عمال كل شويه اجيبه من الساحل الشمالي، وشويه من الغردقه، وشويه من من البسين بتاع بيتهم. يعني ده انا مولود عايم. ده مش ممكن. حبيبي يا كابتن خالد طلعت، عايز اسالك سؤال كده. مش عايز اقول لك عقبال عندك يا كريم، بس من جهه الرحمن انت معلش، ما هنعمل ايه؟ ادعي لي بقى مع الترسانه السنه الجايه. وعليكم السلام. بالكفايه يا كريم، تسال كل خير والله. الله يخليك كابتن سيد. خالد طلعت عايز اسالك سؤال بس قبل ما تقفل. اتفضل كابتن سيد. اولا الف مبروك طبعا بطوله الدوري. عايز اسالك بخصوص ماتش الزمالك، يعني سؤالين. اول سؤال، هل عندكم اعتراض ان يبقى في حكم مصري بعد ما خلاص الامور دلوقتي اتحسمت بالنسبه للدوري؟ والسؤال الثاني، هل هتلعبوا بالفول تيم ولا هيبقى في راحه لبعض اللاعبين الاساسيين في الماتش الجاي؟ لا، فيما يخص السؤال الاول، انا مش عايز ابعد دايما عن هويه الاهلي والزمالك مهما كانت المباراه وترتيب الجدول بالنسبه لنا يعني، لكن في النهايه تبقى مباراه الاهلي والزمالك ذات اهميه خاصه. فزي ما دايما دايره بالتحكيم الاجنبي تدار بالتحكيم الاجنبي. فيما يخص الفرق الاساسيه، يعني انت بتتكلم طبعا، بنحترم نادي الزمالك جدا وبنقدره، وعارفين كويس قوي ان دي ليها طابع خاص عند الجمهور بتاعنا. صحيح الموضوع ده مضروب لمارتن لاسارتي، لكن انا اعتقادي كله ان احنا هنخش طبعا بقوتنا الضرب كلها يعني. تمام. مبروك يا كابتن سيد، ودايما كده بالتوفيق، والف مبروك لكل منظومه النادي الاهلي، جماهير، جهاز فني، لاعبين، مجلس اداره. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ، الله يخليك، مدير الكره في النادي الاهلي. نشكره شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ. في النهايه تقولوا ايه على الدوري؟